متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد والذي سنتحدث فيه عن واحدة من أشرس النساء في التاريخ، وهي الأميرة خوتولون التي اشترطت على كل من يتقدم لخطبتها بأن يغلبوها في المصارعة ليفشل في ذلك كل من خطبها. لكن قبل أن نواصل عزيزي المتابع، ندعوك طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. تعتبر الأميرة خوتولون من أشهر النساء في التاريخ، وهذا طبعا ليس غريبا إذا علمنا بأنها حفيدة الإمبراطور المغولي جنكيز خان. هي ابنة الإمبراطور كايدو، واسمها في اللغة المغولية يعني ضوء القمر. وصفها المؤرخون بأنها كانت طويلة القامة وذات عضلات، وبأنها كانت تمتلك إمكانيات بدنية قوية غير طبيعية. كانت خوتولون مقاتلة بارعة، وكانت تشارك قومها باستمرار في الحروب المغولية. أراد والدها الإمبراطور يوما أن يزوجها، إلا أنها اشترطت على والدها شرطا حتى تقبل الزواج، حيث أعلنت أن أي رجل من أبناء الإمبراطورية مرحب به للتقدم لخطبتها، ولكن عليه اختبارا أن يجتازه حتى توافق عليه، متمثلا في أن يصارعها ويتغلب عليها. فإذا ربحها ستتزوجه، وإذا غلبته فإنه سيقدم لها 100 حصان. هكذا أصبحت الأميرة خوتولون طموحا لمعظم رجال الإمبراطورية، ولكنها غلبت كل من تقدم لخطبتها. كانت حصيلة هذه المغامرة 10,000 حصان في إسطبل الأميرة، وصفرا من الأزواج طبعا، حيث لم يتمكن من التغلب عليها أحد من الخاطبين. ولكن في نهاية المطاف وقعت هذه الأميرة في حب الأمير غازان حاكم فارس، وتزوجته بدون مباراة للمصارعة. هذه هي أعزائي قصة الأميرة خوتولون، إحدى أشرس النساء في التاريخ. هنا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم. تحياتي، أنا فردوس الرشيد.